السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. فيديو جديد ووصفة جديدة، سأتشارك معكم في هذا الفيديو وصفة لتبييض البشرة لإعادة الإشراقة والنضارة إليها بمكونات سهلة من مطبخكم وبمكون موسمي ألا وهو فاكهة البرتقال وتحديدا فاكهة اليوسفي. إذن هذه المكونات التي سنحتاجها، بالإضافة يعني لفاكهة اليوسفي سنحتاج للكركم والزبادي، كلاهما من المكونات الرائعة للبشرة. فالكركم من المواد الفعالة في تبييض البشرة والتي تساعدها على التخلص من التجاعيد، كما أنه يضفي عليها نضارة طبيعية وتوهج مدهن، وذلك من خلال مقاومة الشوائب والأوساخ التي تتسبب في إغلاق المسامات وتؤدي إلى نمو الوتور، كما أنه يزيل الهالات السوداء ويعالج الحروق التي تنتج عن أشعة الشمس. أما فاكهة اليوسفي أو البرتقال عامة فهو يعالج بهتان الجلد، يجدد خلاياه، كما أنه ينظف البشرة ويحميها من الجفاف لاحتوائه على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، كما يخلصها أيضا من مشكلة الرؤوس السوداء، كما أنه يكافح الشيخوخة ويحارب الخطوط الدقيقة، إذ يحفز إنتاج الكولاجين الذي يمنع شيخوخة الجلد. سنحتاج أيضا في وصفتنا للزبادي، هذا المكون الأكثر من رائع الذي يعمل على تنقية البشرة من العمق، يرطبها ويلطفها ويمدها بالعديد من العناصر الغذائية التي تجعلها تبقى بصحة جيدة وتمنحها النضارة والبياض. إذن هذه هي المكونات التي نحتاجها في وصفتنا لنبدأ في عملها ونتعرف على طريقة استعمالها حتى نحصل على بشرة متألقة. إذن لدي هنا مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي، وأيضا لدي هنا ربع ملعقة من الكركم أو العقدة الصفراء. سنحتاج لعصير البرتقال، سنقوم بتقطيع البرتقال لاستخلاص العصير. إذن سأضع مقدار ملعقة كبيرة من عصير البرتقال، ثم نخلط الكل جيدا حتى تتجانس العناصر فيما بينها ونحصل على خليط متجانس. طبعا سيكون لونه باللون الأصفر بلون الكركم. هذا الخليط رائع جدا، سبق وقدمت وصفة للتخلص من يعني الرؤوس البيضاء التي تكون أسفل العينين عند بعض الأشخاص. هذا القناع أيضا سيخلصنا من هذه البتور البيضاء أو النقط البيضاء، كما ذكرت سيقضي أيضا على النقط السوداء التي تكون بالوجه، بحيث سينظف البشرة من العمق ويجعلها نقية وصافية، بالإضافة إلى قدرة الكركم الهائلة على تخليصنا من التصبغات ومن الشوائب. إذن هذا هو القناع الذي حصلنا عليه. إذن هذا القناع بعد تحضيره نقوم بتطبيقه على البشرة، يعني بشرة تكون نظيفة خالية من أي مواد موضوعة عليها. نقوم بتطبيقه باستعمال فرشاة أو باستعمال اليد، لكم الاختيار. نطبقه على كامل الوجه، يمكننا أيضا وضعه على الرقبة للحصول على لون موحد. نترك هذا القناع يعمل لمدة 25 دقيقة، وبعد ذلك نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر حتى نتخلص تماما من بقايا القناع. يمكننا عمل هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. سيساعدنا هذا القناع في التخلص من التصبغات، من البقع، من الرؤوس السوداء كما ذكرت، وحتى البيضاء. بالمداومة عليها ستحصلون على نتيجة أكثر من رائعة، وطبعا من الاستعمال الأول سيظهر الأمر جلي جدا، لأن الكركم يتمتع بخصائص مبيضة يمنح البشرة الإشراقة والنضارة. وضعنا فيه البرتقال، هذا العنصر سيساعدنا كثيرا حتى نجعل البشرة تبدو صحية وتبدو يعني نضرة، لأنه يعني يعمل على
تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة وبالتالي يمنع شيخوختها، بالإضافة إلى أن البشرة ستبدو نقية جدا جدا. كما ذكرت داوموا عليه مرة في الأسبوع وستصلون لنتائج أكثر من رائعة. إذا كان هذا قناع اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم به. إن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.